شبوة وعنوان جمال اليمن بعراقتها وقبائلها ومجدها الضارب في التاريخ. من بعد تعاقب الأمم والشعوب رست عناصر القاعدة وبدأت بتدنيس أرضها وعراقتها. القاعدة، تلك العناصر المارقة والتي احترفت سفك الدماء وجاءت سعيا وراء خيرات شبوة، ولكن أبناء شبوة سيقف وقفة رجل واحد لطرد تلك العناصر الدخيلة، تلك العناصر والتي بدون حق فرضت سيطرتها على الأرض وفجرت المباني ورفعت الرايات فوق أرض قبائل شبوة العريقة، وجعلوا من مدن كالحوطة وعزان مسارح تشهد على جرائمهم. إلا أن أبناء شبوة لن يخنعوا ولن يستسلموا لجماعة من المجرمين، وسيحافظوا على أرض أجدادهم وإرث أبنائهم. أبناء شبوة الأبية يدا بيد مع قوات اليمن سيطردوا القاعدة وسينزلوا رايتها الغاشمة، وستكون شبوة عنوان هزيمة أنصار الشريعة في اليمن.